بعض الأحاديث وكثير من الأحاديث التي وردت في زيارة الإمام الحسين عليه السلام وزيارة الأئمة أنه وردت هذه المضامين من زار الحسين عليه السلام. سأقطع الجزء المهم من هذه الأحاديث ثم أبينه لكم لكي ألفت نظركم إلى المقطع المهم من هذه الأحاديث. من زار الحسين فكأنما زار الله في عرشه. في حديث آخر من زار الحسين ثم لا أذكر هذا المقطع المهم كتبه الله في أعلى عليين. في زيارة للإمام في رواية في بيان فضل زيارة الإمام الرضا عليه السلام من زاره ولا أذكر هذا المقطع وجبت له الجنة. لاحظوا إخواني لابد أن نتأمل نتفكر نتدبر هذه المنزلة الرفيعة هذا المقام السامي أن يكتب الإنسان في أعلى عليين أن توجب له الجنة أن تكون زيارته زيارة الله في عرشه. أي زيارة هذه التي توصل إلى هذا المقام الرفيع والمنزلة السامية؟